الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. تصادف هذه الأيام ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، إذ كما هو معلوم أن الهجرة حدثت في شهر ربيع الأول وليس في محرم، يعني رأس السنة الهجرية في الواقع هو شهر ربيع وليس شهر محرم، وكانت السنة الهجرية تبدأ في شهر ربيع ثم بدأت، يعني أيام الخليفة الثاني هو الذي نقلها إلى شهر محرم، ويقال أن ذلك كان بعزم أمير المؤمنين عليه السلام. فالهجرة النبوية كانت في شهر ربيع الأول، وظهر حدود يوم السابع من شهر ربيع الأول كان وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة. أسباب الهجرة هي أن قريش بعد أن توفي أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، وكان هو السند الأكبر والأعظم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد أن توفيت خديجة رضوان الله تعالى عليه أم المؤمنين التي ضحت بمالها ونفسها ووقتها وكل حياتها في سبيل الرسالة الإسلامية، استفردت قريش من النبي صلى الله عليه وآله، كان الحامي له عمه أبو طالب، وكان وجيها بين بني هاشم. بني هاشم لم يكن فيهم من هو معروف أو مشهور بالبطولة والشهامة والزعامة، إلا أفراد معدودين. أبو طالب كان هو أشرفهم وأعظمهم، رغم أنه أبو لهب كان موجود ولكن لم يكن مسلما ولم يكن مع النبي ولم يكن ليدفع عن النبي. وحمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه كان أيضا بطلا وشهما وشجاعا وكريما، وكانت قريش تهابه. وجعفر ابن أبي طالب أيضا كان بهذه الصفات الجليلة العظيمة، أما الباقي لم يكونوا بهذه الدرجة، كان فيهم أبطال ولكن ليسوا بدرجة هؤلاء. لذلك نرى في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء بعض المشركين ورمى على النبي الفضلات والسلات، يعني أحشاء الحيوانات، وكان حمزة غائبا في صيد خارج مكة، ولما رجع قالت له إحدى النساء لم ترى ما فعلوا بابن أخيك، فقد نجسوا ملابسه بالفضلات وآذوه، فجاء مغضبا ووقف على رأس، هذا كان من أعمدة المشركين، وقف على رأسه وضربه بالقوس من السهم وشج رأسه، وقال له ويلك استضعفت ابن أخي إن وجدته وحيدا، فها أنا ذا على دينه. لأول مرة كان يعلن أمام قريش بأنه أيضا أسلم، كانوا يعلمون أنه يتعاطف ولكن لم يكن يعلموا أنه مسلم. لكن هناك أمام جمع من المشركين في ندوتهم، ويضرب هذا أحد كبارهم يضربه ويشجه ويهدد الباقين، إن قام أحدكم علوته بسيفي، وباعتبار أن عند ثار معه لذلكم لم يقوموا، يدرون أنه مثلا هذا هو أساء وهذه جزاء الإساءة. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان هو المحامي عن رسول الله منذ صغره، منذ بداية الإسلام، عمره كان 10 سنوات أو 13 سنة أو أقل حسب اختلاف الروايات، لكن على كل حال كان صغيرا. قريش حينما رأت
أن أبا طالب يحامي النبي ولا يدفعه لهم فأغروا الأطفال بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله. الطفل إذا كان يؤذي لا يستطيع رسول الله أن يضربه أو يعتدي عليه، قال والله طفل أنت كيف رجل كبير يعني. فكان أمير المؤمنين يمشي مع النبي دائما، ولأنه كان في سن الشباب والطفولة معهم فكان هو يتوجه للأطفال وأحيانا يقضم آذانهم وآنافهم، يقال ولذلك يسمى قضا أحد قابي أنه هذا كان. فكان يخشون من أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من أمير المؤمنين عليه السلام. فبقي أمير المؤمنين ملازما له إلى آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مما يذكر في شعب أبي طالب بالمقاطعة 3 سنوات يبدو هناك بشكل جلي مدى إيمان أبي طالب وتضحيته، حيث كان في الليل يأتي ويوقظ النبي من فراشه وينقله إلى خيمة أخرى. قال ربما أحد المشركين يعلم أن النبي نام في هذه الخيمة فيأتي ليلا ويقتله، وكان ينيم ابنه عليا مكان النبي، يقول له أنت نام هنا في مكان النبي، وينقل النبي إلى خيمة ثانية. وأحيانا كان أمير المؤمنين يقول لأبيه يا أبي لا أراني إلا مقتولا، في كل ليلة تخليني أنا فداء لرسول الله وتضعني في الخيمة، فلو هجم أي واحد من المشركين بالنتيجة راح يقتلني أنا في هذا المكان. هكذا كان أمير المؤمنين فدائيا، وهكذا كان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه حامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السنة 10 من البعثة النبوية، حينما أكلت الأرض الرسالة وانتهت المقاطعة. بعد ذلك توفي أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، وأحس المشركون أن الإسلام بدأ ينتشر ولا يمكن السيطرة عليه، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قبائل العرب وذهب إلى الطائف، وإن كان أهل الطائف لم يستجيبوا له ولكنه تحرك بالنتيجة في سبيل كسب مواقع خارج مكة، ومكة يشعرون بهذا التحرك. ثم كانت بيعة العقبة الأولى إذ التقى النبي بمجموعة من أهل المدينة عدد قليل دون 10، وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وآمنوا وذهبوا، وجاءوا في السنة الثانية 70، وهؤلاء أيضا بايعوا بيعة العقبة الثانية، بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي إلى المدينة وهم يحمونه ويدافعون عنه ويستقبلونه هناك ويمنعونه من الأعداء كما يمنعون أولادهم ونساءهم. بعد هذه هنا أهل مكة يبدو شعروا أن الإسلام يتوسع بشكل كبير، وقرروا أن يتخذوا موقف أساسي. أنا لا تسمحوا لي أتحدث باللغة العامية لأن الشباب يمكن ما يستوعبون الفصحى، ونحب أنهم أيضا يطلعون على سيرة النبي صلى الله عليه وآله. فأهل مكة شافوا ما يقدرون عن النبي وجاي يتوسع الإسلام والناس تدخل بالإسلام وتقبل الإسلام، فقرروا يقتلون النبي حتى يخلصون. إلى متى يتوسع الإسلام هما ما عندهم فرصة ليحاصروا الإسلام، الإسلام جاي ينتشر. اجتمعوا في دار في بيت من البيوت، وكان قرارهم أنه ما حد يدري، جلسة سرية خاصة حتى يقررون شو يسوون. هذا النبي جاي يتحرك ولازم يتخذون موقف قرار معين. تذكر الروايات وروايات في كتب السنة يعني في سيرة ابن هشام غيرها من سيرة تذكر هذا المعنى، أن رجل نجدي من نجد شيخ عشيرة قارة وضعهم يعني جاي من نجد مو معروف، هذا الرجال كان معروف